السلام عليكم امهات كيدايرين، نتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير. اليوم عندنا الممتاز في التربيه الاسلاميه كراسه التلميذ والتلميذه السنه الثانيه من التعليم الابتدائي. غادي نبداو على بركه الله. اليوم عندنا صفحه 7 سوره الفاتحه دعم وتثبيت. هنا عندنا سوره الفاتحه مع الترتيل السليم لاياتها. يلا عرض ياسر سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. خصنا نقرأ سورة الفاتحة مع الترتيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. هنا عندنا افهم اصل الايه بالمعنى المناسب. حنا كنا بدينا كنجاوبوا على اسئله وقلنا يعني باش نسجل معكم هذا الفيديو. الرحمن الرحيم عندنا ارشدنا الى الطريق الواضح، رحمته وسعت كل شيء. شنو كتعني الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم دابا كتعني الرحمن الرحيم هذه ان رحمه ديال الله كبيرة، رحمته وسعت كل شيء. يلا صل بالسهم. اهدنا الصراط المستقيم، هي ارشدنا الى الطريق المستقيم او الى الطريق الواضح. يلا نديرو السهم. اهدنا الصراط المستقيم، هي ارشدنا الى الطريق الواضح. عندنا هنا واحد الصوره، اتعرف من خلال الصوره على موضع اقول فيه الحمد لله واذكر موضعين اخرين. اقول الحمد لله، يعني هاد عندنا واحد الصوره هنا، عندنا واحد الانسان وحده كاس ديال الماء وحده طعام. يعني علاش غادي يشكر الله؟ علاش غادي يشكر الله؟ غادي يشكرو على من ياسر؟ غادي يشكر الله مش الله ما يخليش الشيطان ياكل الماء. لا ماشي على بسم الله. ياسر شنو كتوضح لك علاش غادي يشكر هذا السيد الله على 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 شربي على شربي الماء؟ نعم. وشنو اخر؟ على 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 المأكولات، على الطعام، على المأكولات. يعني هنا غادي نكتبو الحمد لله على الطعام وعلى في شرب الماء، في الطعام يعني كان الحمد لله، في بالياء مقصورة ديال آخر كلمة، في هذيك ماشي هي الياء ديال اخر الكلمه. يلا في الطعام، غادي نحمد الله في الطعام وفي شرب الماء، في شرب الماء. شربي شرب
شر شر ب شر ب ب سد هذيك الباء، الباء ديال آخر الكلمة. الباء الباء أنا قلت لك الباء شربي ديما الكلمة مي كتكون في الآخر كان المائي. صافي هكذا انتهينا من الصفحة 7. هنا عندنا أبدي رأيي وأتخذ موقفا إيجابيا تجاه الوضعية الآتية. تواظب سلمى على ترتيل الصورة التي تعلمتها في المدرسة، وتبدأ ترتيلها بقول بسم الله وتنهيه بصدق الله العظيم. نعم ديما بداية القرآن كنبداو بسم الله وكنساليو بصدق الله العظيم. عن الأسماء التي سميت بها سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة عندها عدة أسماء، من بينها ياسر واحد، يعني سورة الفاتحة سميت بأسماء أخرى. أعطيني شي اسم. اسم أمو 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 الكتاب أمو الكتاب أمو الكتاب. هكذا غادي نكون انتهينا من صفحة 7. اللي بغى يعني اي حاجة بالنسبة للقسم الثاني نديرو لكم حلقة اخرى من هذا الشيء. اللي بغى شي حاجة يعني بالقسم الثاني يخليها لي في كومنتير، وشكرا لكم على المشاهدة، وما تنساوناش بجيم واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اصدقائي وداعا.